بعد 5 دقايق الحكيم هيكلمني، بس انا خايف يا مصطفى لا يكون العنوان قريب من هنا وزمان البنت وصلت وابوها شرب الدواء. الارزخانات في البلد قفلت دلوقتي، ويجوز قوي ان البنت جايه من جهه بعيده. ايوه يا دكتور، سيادتك كتبت الدواء ده لاتنين. طيب اسم المريض الاولاني من فضلك. توفيق البنهاوي، شارع عباس، نمرة 5. والمريض التاني؟ ايوه التاني يا دكتور، احمد ابراهيم، شارع الجاروني، مصر القديمة، نمرة 16. متشكر. طبعا هبقى اتصل بسيادتك يا دكتور. الحمد لله، واحد في العباسية والتاني في مصر القديمة. مش ممكن تكون البنت وصلت لحد الوقت. توفيق البنهاوي، 77-3-45. 7-7-3-4-5. ألو، لحظة واحدة. ألو، مين؟ إيه؟ تقول إيه؟ بنت صغيرة؟ دواء؟ لا يا سيدنا، ما بعتش حد. ايوه انا خفيت من زمان، لا دواء ولا موى. مع السلامه. احمد ابراهيم اوان بالعنوان ده؟ مفيش. انا هاخد تاكس واروح له البيت. من حسن الحظ الحكيم الداني عنوانه ونمره البيت، كان بيزوره وهو عيان. اسكره يا شاطر، حد معاكي؟ لا. ابعتي الفلوس؟ معيش. معاكيش؟ انت رايحه فين؟ مصر عشيه. وايه اللي راكبك في الترامواي ده؟ احنا رايحين الجيزه. ليه؟ مش نمره 30؟ لا ده 15. طب انزلي يا شاطره. يلا يلا. يا عم، عاوزه حاجه يا شاطره؟ عايزه اروح مصر عشيه. انت كان لازم يا بنتي تركبي من العتبه. عارفه الشارع اللي على ايدك اليمين هناك ده؟ تمشي فيه على طول لغايه ما تلاقي ميدان كبير اسمه ميدان التحرير. عارفاه؟ عارفاه. من هناك تاخدي ترماي 30. تعالي معديلي.